السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. البقدونس، البقدونس مضاد للسرطان، بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين ألف، وبيضبط السكر في الدم، وبيعالج التهابات المفاصل، وبيقوي جهاز المناعة، وبيفتح حصوات المرارة، وبيخلصنا من الروائح الكريهة. لو جبنا البقدونس مع الليمون مع معلقتين عسل وضربناهم في الخلاط وشربناهم كل يوم، هيخلصنا من رائحة الفم الكريهة، ومن رائحة البول، ومن رائحة العرق، ومن رائحة البراز، أي ريحة كريهة بتصدر من الشخص هو هيخلصنا منها. كمان هو صديق الكليتين، بينظف الكليتين من السموم، وبيعالج الامساك، وبيفتح لون البشره. لو جبنا البقدونس وضربناه في الكبه وحطينا عليه معلقتين نشا، بيفتح الاماكن الغامقه في الجسم. البقدونس من الحاجات الممتازه جدا لتحسين وظائف الكلى، وبيخلصنا من اي روائح كريهه، وبيعالج التهابات المفاصل لانه بيحتوي على كالسيوم، وبيقوي جهاز المناعه.